الشراكة الآن تقريبا لها سنة وإحنا فخورين فيها، لأنه قاعدين نقدم خدمة جميلة، والتعليم جزء أساسي في بناء الإنسان. الأخ علي يعني تعامله الجميل ومساعدته لنا، يعني هذه أنا بالنسبة لي أكثر من شراكة، لأنه تعرف التعامل هو أساس النجاح. والحمد لله قدم لنا خدمات جليلة في الجامعة، ونشوفنا ثمارها عدد من أبناء لاعبين القدامى. إن شاء الله بالمستقبل يكون العدد أكثر، حتى عنده رغبة أنه لو في زيادة إحنا برضو جاهزين. فإن شاء الله أن إحنا نكررها كل سنة، ولو في مناسبات أيضا قبل ما نكمل سنة وإحنا جاهزين برضو نكون مثلا متواجدين مع الجامعة العربية. بالتأكيد أنها مهمة جدا، موضوع السلك التعليمي مهم جدا لجميع أطياف المجتمع سواء اللاعبين أو غير اللاعبين. لكن خلني أخذ كل منحة آخر، وهو أنه اليوم تواجد مثلا عائلات اللاعبين القدامى في مثل هذا الحفل، وما يرونه من وفاء تجاه نجوم ولاعبين سابقين قدموا الكثير للكرة السعودية، بالتأكيد أنه أمر جميل، أمر ينم عن وفاء، أمر يعني خلني أقول حتى للاعبين الحاليين لما يشوفوا الوفاء للاعبين السابقين بالتأكيد أنه يكون أمر إيجابي بالنسبة لهم. جمعية أصدقاء اللاعبين القدامى جمعية نشطة، ويشكرون القائمين عليها جميعا، شراكتهم مع الجامعة العربية المفتوحة مثمرة جدا ومفيدة، وكما نعلم أن التعليم هو الأهم في مجال صناعة الإنسان، عندما يتم الاهتمام بلاعبين أبناء اللاعبين القدامى وتعليمهم، هذه مبادرة لا يستهان فيها، ومبادرة تنطلق من مسؤولية اجتماعية وإحساس بمسؤولية اجتماعية عالي لدى مسؤولين الجامعة، يشكرون عليه. نتمنى استمرار الشراكة الأعوام واستفادة عدد أكبر من أبناء اللاعبين بما يحقق صالح اللاعبين وصالح الجمعية، وبالتأكيد الجامعة العربية المفتوحة مستفيدة من هذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد المقبل من إذاعة UFM. حقيقة كنت فخور جدا بتواجدي هنا في هذه الشراكة ما بين جمعية أصدقاء والجامعة العربية المفتوحة من باب المسؤولية الاجتماعية. شكرا للدكتور علي الشهراني مدير الجامعة والكابتن ماجد عبد الله على هذه المبادرة القيمة لأبناء الوطن سواء شباب أو بنات. شكرا جزيلا، هذه رؤية جميلة على حسب تطلعات المملكة العربية السعودية، ونأمل دائما ومن جميع الجامعات أن يحتذوا بما قدموها الجامعة العربية المفتوحة بالشراكة مع جمعية أصدقاء. شكرا جزيلا.